ايوه عليكم السلام ورحمة الله. لا طبعا عايز اسال بس الشيخ سؤال كده يعني. اتفضل. اتفضل. والله كنت متزوج مرات اخويا ومعايا منها ولدين مصطفى وابراهيم ما شاء الله، وفي واحده بقى في حياتي تاني هي مش عايزه تتزوج وانا عايز اتزوجها. يعني هي مش هي كانت متجوزه قبل كده والطلاق بسببي، وانا طبعا عايز اخدها. فطبعا في مشاكل في البيت، قالوا لا مش هينفع الكلام دوت عشان عيالك وكده، فهي حالفة على مصحف ما اتجوز اذن مثلا او انا اللي قدمت لها. انا مش وانا رحت فاهمه، لها قلت لها يا بنتي انا مش مثلا فاهمه. هو اتجوزنا. انت متجوز مين دلوقتي؟ مرات اخوه. انا متجوز مرات اخويا. طب مرات ليه اخوك توفى؟ اه متوفى. ايوه اه. وبعدين كانوا خلفين؟ مخلفين؟ لا ايوه كان معاهم ولد. كان معاهم ولد. اتجوزتها اه بقالك قد ايه؟ ايوه متجوزها بقالي فتره، انا معايا منها ولدين. ماشي. وبعدين في واحده بقى تاني كانت متجوزه، و كانت في واحدة تاني بقى متجوزة، وطبعا الطلاق بسببي. واحدة تانية. استنى بس أنا عايز أسأل، واحدة كانت متجوزة واحد واتطلقت عشان تتجوزك صح؟ لأن كنت عايز أخدها من الأول. آه أيوه. اتجوزت التاني كام سنة ولا توقيت قد إيه؟ ما عادش معاه حاجة يعني كتير، بتاع 6 شهور 7 شهور. وأنت كنت على علاقة بيها وفيك حوار وهي متجوزة؟ لا 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 أمال عرفت إن لا، اتطلقت إزاي؟ ما هي طلعت بقى تاني على اساس ان انا مثلا يعني هي رجعت لي تاني بتقول لي لو انا اتطلقت اتجوزك، قلت لها لا. راحت مطلقه برضه دلوقتي، حلفت على مصحف بقى دلوقتي قالت لو انا مش هتزوج خالص اذا الشخص ده يتقدم لي تاني. انا رحت قايل لها في البيت قلت لهم انا مش هتزوجك يا بنتي عشان انا معايا عيال وكده، بدا يخرب بسببك. انا بس هي مش دلوقتي بقى مش سؤال، عايزه سيبه تتزوج بس تاني. سيبه. فماشي، حد هيضربك على ايدك؟ لا امال ايه؟ ما هي دلوقتي حلفت على المصحف انا مش هتزوج ما تاني. دو عنها متجوزة، هي حرة. لا انا بسأل بس لا سؤال ثواني بس، مهم. انت استنى. مالك يعني؟ بس استنى بس، بطلتش. ما هي دلوقتي هي عايزه حلفت تبقى على مصحف مش هتتجوز تاني، هي حرة. ماشي. ما هي دلوقتي ده علاقة حوارك انت يعني بقى، دلوقتي هي بقى ايه؟ على علاقة دلوقتي بيها. ايوه ما انت على علاقة ازاي ومش عايز تتجوزها؟ منين على علاقة بيها؟ ما هي دلوقتي طلعت بسبب انا. مين اللي عرفك بقى ان الطلاق بسببك؟ ما هي اللي قالت لي. انت اللي قلت لها تتطلق؟ لا لا هي اللي قالت لي بعد ما اتطلقت. طب ثواني بس، ثانية واحدة. دلوقتي اتفضل. انت الست مرات اخوك الله يرحمه دي، انت متجوزها ومبسوط في جوازتك معاها؟ الحمد لله تمام والله، ومية مية. مية مية. حلو قوي. اه خلاص. الست بقى اللي جات لك دي قالت لك انا اتطلقت بسببك، انت طلبت منها تتطلق؟ لا انت بقى بتكلمها دلوقتي ليه؟ ايوه ما انا دلوقتي يعني هي بتبعت لي مع الناس، بقول لها يا بنت الناس انا كده مرتاح في بيتي اه الحمد لله كده تمام. خلاص بقى، السؤال انت بقى عايز ايه بقى؟ اه عايز ايه؟ دلوقتي هي وايه دلوقتي اللي هي وداك بتبعت لي. لاهلها اصلا؟ ما انا ما رحتش لاهلها، هي بتبعت لي مع ناس. طيب هي بقى حلفت على مصحف، ما هي متجوزه، ما تتجوزش، هي حره. اذن بقى اذن اروح لها انا مثلا اقول لها اتزوج حلفت على مصحف هتتزوجني. مش هتجوز غير ده. اه تمام صح كده. انا يعني فهمت كده. هتضربك على ايدك؟ يعني انت هتضطر لا تتجوزها احراج لا محرج يعني من اليمين اللي هي حلفته؟ لا انا بقول لحضرتك انت بسبب المشكله، انا عايز بس اعرف بس ان هي حلفت على المصحف. طب انا دلوقتي مش عايز اتزوجها، خلاص هي دلوقتي مش هتتجوز بسببي. طب عنها ما السؤال تجوز هنا، انت ست. كنت متجوز قبل مرات اخوك ولا دي الوحيده اللي في حياتك دلوقتي؟ لا هي دي الوحيده مرات اخويا. طب طيب ايه رايها في الموضوع ده؟ هي عرفت بيه؟ اه ما هي جارتي مش بعيد عني. لا يا حبيبي، مراتك اللي معاك دلوقتي موافقه على ان انت تتجوز من التانيه دي؟ لا طبعا لا. طبعا في مشكله. لا هي دي طيب المشكله، ان انا بقى خايف بطني يخرب بسبب الموضوع دي يعني ده. انت عامل فيها دنجوان يعني؟ لا هو لا بيقول لك البيت هيخرب. لا طب خلاص، انا خايف على بيتي. طب ما انت خلاص طب كمل ما بقى، قفل على بيتك ايوه وخليك بعيالك بابن اخوك ده اليتيم يا حبيبي. انت بقى ابنه ده بتعامله لحمه. كويس، ده اه زي صح ابنك. ايوه صح. لا الحمد لله انا جوزته والحمد لله ده من ومخلف زمان. ولد وبنت وتمام وانت عندك التمام. كام سنة؟ انا عندي 27 سنة 37 سنة. سبعة انت عندك 37 سنة. اه ومرات ومراتك بقى، ما اسمهاش مرات اخوك، مراتك عندها كام سنة؟ مرات انا اكبر مني بحوالي 3 سنين. ماشي، ايوه صغيرة تمام. برضو. والتانية اه اللي اتطلقت عندها كام سنة؟ لا التانية حوالي 20 سنة 22. وانت عينك مش اه رايحة كده؟ لا والله العظيم طب خلاص، انت جدع. اسمع رد الشيخ بقى. ايوه استاذ مصطفى بيشاور عقله ولا ايه يا استاذ مصطفى؟ لا، قال لك لا انا مش عايز خالص. بس هو مش عايز خالص يتجوز التانية دي اللي عندها 20 سنة ومصرة تبعت له ناس عايزة تخرب عليه يا بيته. فندم، الاستاذ مصطفى ده متذبذب، لانه بيقول لك انا كلمتها وهي اتطلقت عشاني. كلمه اتطلقت علشاني ده مصيبه، وعايز اقول لك طالما باعت الاولاني هتبيع ابوك. انا بقول انا مش بذمها ولا اعرفها، انا بحكم على السؤال مش على الاشخاص.
لو كان لها خير في الاول هيبقى لها خير فيك. وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انا بقول اهو، اللي يغازل امراه او يعاكس امراه او يفتح لست وهي متجوزه على ذمه راجل، ده لا يجوز شرعا، ده حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امراه على زوجها. خبب يعني خيبها، افسدها، جوزها شغال او موظف او يعني مهلوك في الطين وعرقان، وده يقول لها: ايوه انت عامله ايه يا حبي، انت عامله ايه يا باشا، اخبارك ايه، الكلمه الطيبه، حرام شرعا، وهتشرب من نفس الكاس. ودقه بدقه ولو زدت لزاد السقه، وزي ما هي بتخون الاولاني هتخونك. ركز في دي قوي قوي قوي. فسيبك منها، سيبك منها، سيبك منها، واهتم بمراتك بنت الاصول اللي معاك، وحافظ عليها لوجه الكريم سبحانه وتعالى. هي بقى تعرف على مصحف ما تحلفش، الله يسهل لها ويصلح حالها.